الحقيقة كان في مواضيع أنا كنت متوقع إنها تكون هي المواضيع الرئيسية. ولا سيبش زي موضوع القيمة المضافة. الحقيقة أنا فوجئت إنه واحد بس محامي بس زميل بس هو اللي اتكلم فيه، رغم إن أنا كنت أتوقع إن أنا أسمع آخرين بيتحدثوا عنه. ده معناه أنا شايف إن ده شيء إيجابي مش سلبي، معناه إن الإحساس بالمشكلة قد قل. يعني في البداية كان في سوء فهم وما زال البعض حريص إنه يضع سوء الفهم ويقدمه على أصل الموضوع. يعني نقدر نتكلم، الناس بتتكلم على القيمة المضافة وإن النقابة لبستنا في الحيط وسلمتنا للضرائب وكلام سخيف كله مزايدة، لأنه بيتعارض مع أبجديات وبديهيات موجودة في العمل. الأصل إنه أي قانون بيصدر نافذ على كل الناس، محدش يملك يقول سواء محامين أو غير محامين ولم يسبق لنا ذلك وما إحنا مش هنطبق علينا القانون ده. ما سمعناش في تاريخ مصر كلها إن نقابة المحامين في يوم قالت إن القانون ده مش هنطبقه على المحامين. هذه واحد. فما حدش يقدر يعني يقول إنه نقابة المحامين هي اللي جابت قانون القيمة المضافة. ده بالعكس، نقابة المحامين عندما قدم هذا القانون في البرلمان، احنا اول نقابة مهنية عقدت مؤتمر صحفي مع باقي النقابات المهنية معترضين عليه ومعترضين على مبدأ مناقشته في البرلمان. وده امر صدر بعدة بيانات بثناها امام كل الناس وامام كل العالم. كثير من النواب المحامين اللي ظهروا ايام مناقشة قانون المحاماة يدافعوا عن مصالح المحامين ويعملوا فيها ابطال، لما تناقش قانون القيمة المضافة ما حدش فيهم فتح بوق. مضابط الجلسات من التي ثبت فيها من حيث المبدأ للقانون وتفصيلات القانون ما سمعناش صوت واحد من اللي كانوا بيزايدوا علينا في اللجنة التشريعية او في البرلمان على قانون المحاماة، ويحطوا برضو موضوع القيمة المضافة في مواجهة قانون المحاماة كأن احنا اللي زرعناه. طب يا سيدي ما انت كنت في البرلمان، طب يا سيدي ما سمعناش صوتك ليه، طب يا سيدي ما خدتش الموقف ده ليه، طب يا سيدي ما حشدتش الناس ليه، ما عملتش عملية تصويت لمواجهة هذا القانون ليه؟ ولا حد فتح بقه، سكتوا وصدر القانون. نقابة المحامين هي التي وقفت أثر اللائحة التنفيذية للقانون لمدة تزيد عن 6 شهور أو 7 شهور. برضو علشان أفكركم، القانون لما صدر خلاص هينفذ على كل الناس. إحنا اعترضنا وتم إيقاف إصدار ونفاذ هذا القانون بلائحته التنفيذية لغاية ما عدنا وعملنا بروتوكول مع وزارة المالية. إحنا قبل ما نضع البروتوكول كنا طعنين على القانون، وكنا طعنين لما صدرت لائحته على القانون ورحنا المحكمة الدستورية، وما زال الطعن في المحكمة الدستورية وفات المفوضين. ما حد بيقول لك ده راح تنازلوا عنه، لما تنازلناش الطعن قائم. وعلى فكرة في طعنين، طعن مقدم من النقابة وطعن مقدم من مجموعة من المحامين، الاثنين موجودين. أي تنازل في أي نص من النص من الدعوين ما يمنعش الدعوة الأخرى من النظر، ومع ذلك الطعنين قائمين وموجودين في هيئة المفوضين. احنا في انتظار الحكم بعدم الدستورية. طب احنا عملنا ايه في مواجهة قانون وبرضو كلام انا بقوله غير مسبوق؟ يعني انتوا هتجبرونا على ان احنا نتكلم في شيء على الملأ لا يجوز الحديث فيه؟ يعني لما احنا نعطل اثر القانون كمحامين
ولا يقدم محامي لم يسجل نفسه في القيمة المضافة، ولا محامي لم يقدم إقرار للقيمة المضافة إلى المحاكمة. حتى الآن ما فيش حد محامي تقدم المحاكمة من الذين امتنعوا عن التسجيل أو امتنع عن تقديم الإقرار الشهر. حد فيكم اتحبس؟ حد فيكم راح محكمة من اللي ممتنعين عن تقديم هذا الإقرار؟ لا ما فيش. وأنا بقول هذا الأمر بغض النظر عن إنه الضرائب عمالة تبعت، لازم تقدم نفسك، لازم تثبت، لازم تسيبهم يقدم. لكن أنا قلت لحضراتكم ما تسألوش عن هذا الموضوع، أنتم بتجبرونا نتكلم في الموضوع ده ليه؟ إحنا الجهة الوحيدة اللي ما طبقتش قانون. اتنين، القانون بيقول 10% من الدخل، من إجمالي الدخل عن العمل المهن بتاعك. احنا لما عملنا البروتوكول لا 10% ولا 5% ولا 1%، احنا حطينا مبالغ مقطوعة، مبالغ مقطوعة 20 و40 مش كده؟ و60 عند خد الدعوة. هو ده فين موجود؟ فين في اي جهة في العالم نقابة تقف بهذه الصلابة وبهذا الوضوح وتمنع وتعطل القانون بمشتملاته على ان يطبق بحرفيته على المحامين الا نقابة المحامين؟ يتزايد علينا في ان احنا اللي جبنا القيمة المضافة؟ هو احنا اللي عملنا القانون؟ هو احنا نملك ان احنا نمنع قانون؟ مين قال الكلام ده؟ ليه المزايدة الانتخابية الرخيصة؟ دي رخيصة لانك بتستفز المحامين، خصوصا اللي مش فاهمين كويس تفاصيل هذا القانون، وانه ساري وان كل الجهات موجودة، لكن احنا داخلين طعنين وموجودين في المحكمة وعاملين بروتوكول بيخفف العبء على المحامين، بيخفف هذا التخفيف لمصلحة المحامين. سنة بسنة بنجدد، وربنا قدرنا ان احنا نجدد حتى اخر بروتوكول وصلنا فيه الى ان القيمة تدفع عند الخزنة، في الخزنة خلاص تدفعها مع الرسم بتاعك مع خطة الدعوة. اذا ايه المؤلم في هذا الامر؟ القانون انت بتكلم على انه انا برا انه سخرة ان انا ادفع لحساب الموكل او ادفع نيابة عنه او اخذ منه ودي الضرائب، لكن ده امر ورؤية مكان المحكمة. احنا استطعنا ان نحافظ على المحامين وان نخفف عن المحامين وان نمنع عنهم سيف القانون الجنائي. عدم تقديم الاقرار الشهري جريمة وجنحة، عدم توريد الإيرادات شهر بشهر جنحة وجريمة، عدم توريد كامل القيمة 10% من إجمالي الدخل جريمة، ومع ذلك ما فيش محامي واحد يتقدم بأي جريمة من هذه الجرائم اللي منصوص عليها في القانون ده. ليه؟ لأنه نقابة المحامين عرفت تحمي المحامين وعرفت تقف في ظهرهم. احنا بنتدرى من ايه؟ بنخجل من ايه؟ انتوا لازم تباهوا بهذا الامر. والقيادات النقابية مقصرة في الرد على كل محامي يحاول ان يسيء لدور نقابة المحامين في هذا الموضوع. ده تخاذل مننا كلنا، كل مسؤول نقابي معرفش يرد، يا اما مش فاهم، يا اما متواطئ، يا اما ضعيف في مواجهة ما نستعد عليه بغير ثمن حقيقي. ليه؟ احنا عاملين انتصار، احنا عاملين قيمة مش عاملاها اي نقابة اخرى الا نقابة المحامين. انتوا بتعاقبونا على كفائتنا في حماية المحامين؟ لا، احنا استطعنا ان نحمي المحامين. طب ما سهل ما نلغي البروتوكول ونقول والله خلاص كل محامي وشطارته، بقى اللي عايز يواجه ادفع 10% وواجه، روح المحكمة وواجه، وانا اقدر. طب وانت في قانون الضرائب العام لو محامي ارتكب جريمة تهرب ضريبي، نقابة المحامين تعمل معاه ايه؟
احنا نملك حاجه يعني؟ هل ده هل من دورنا ان احنا نمنع محاكمته؟ مش دورنا ده ولا نملك ده، لكن احنا استطعنا في قانون القيمه المضافه ان احنا نؤدي هذا الامر. حتى لما صدر قانون الضريبه على الدخل اللي كان بيحصل ارقام عند قيد الدعوه وجي عدل الارقام بشكل مبالغ فيه، وصدر قرار وزاري اتنشر في الجريده الرسميه قبل عيد الاضحى عشان يطبق على المحامين، قبل الاجازه ما تخلص، قبل الاجازه ما تخلص كان وزير الماليه معدل قراره واستجاب لطلب نقابه المحامين باعاده النظر في القيمه المقدره اللي تحصلها عند قيد الدعوه. هو انتوا ناسيين؟ ده انتشر في الجريده الرسميه القرار واتلغى قبل اسبوع من النشر بقرار تاني طبقا للقواعد اللي احنا قررناها والارقام اللي احنا فرضناها. انتوا بتحاسبونا على كفاءة نقابة المحامين في الدفاع عن المحامين وتحولوها الى مناطق هجوم؟ ده عيب، عيب مطلق. ما يصحش، ما يصحش ان احنا نمرر هذه القيم الساقطة، لان ده امر مش قيمة حقيقية تكلف في قضية صحيحة، لا تخدع الناس، لا تخدع المحامين، لا تبخس الناس اشياءها ولا تضيع على نقابة دورها ومجهودها في حماية المحامين بهذا الشكل غير المسبوق. هتولي في تاريخ اي نقابة قرار صدر في الجريدة الرسمية واتلغى واتعمل بداله قرار جديد في اسبوع، مفيش الا اللي احنا عملناه، مفيش. مش سامح عشور دي نقابة المحامين، دي القيمة الحقيقية لنقابة المحامين. وحدة المحامين هي اللي عملت كده، هي اللي خلت الناس تحترم رؤية نقيب المحامين، انه عارفين انه معاه رجالة، انه معاه ناس تقدر تواجه، بس تواجه صح، مش بالالتفاف ومش بالخداع. احنا قدمنا ما لم يقدم قبل ذلك. يمكن ما جاتش فرصة ان انا اتكلم بهذه التفصيلات علشان اوضح للمحامين الذين لم يدركوا هذه التفصيلات ولا يعرفوا عنها حاجة. للأسف الشديد احنا مقصرين كنقابات عامة وفرعية في ان احنا نشرح للناس كل هذه التفصيلات، والناس تقعد في غرف المحامين ترغي فيما هو غير مجدي. اصلهم سلمونا للضرائب، سلمونا الضرائب، ده احنا اللي وقفنا الضرائب، ده احنا اللي منعنا القدر الداهم عن المحامين. يبقى نتحول الى ان احنا نبقى مجني علينا، ويطلع حد في البرلمان يقول لك دول ضيعوا قانون القيمه المضافه. يا اخوانا مش كده، مش احنا، اسالوا ارجعوا للبرلمان واسماء الاعضاء البرلمان موجوده، وحد يديني محضر جلسه من جلسات البرلمان حد اتكلم عن القيمه المضافه، محامي او غير محامي ولا حاجه، برضو ولا حاجة. يا خلاص يا استاذ جمال، ارجوك. لا معلش، خلاص يا جمال، ده اللي قاله رئيس البرلمان لما جم حد قال لك احنا هنعمل في التعديل، عايزين نحط في تعديل القانون المحاماة في قانون القيمة المضافة. هو اخوانا ينفع في قانون المحاماة تحط القانون القيمة المضافة؟ لا يجوز. قانون القيمة المضافة يتعدل في القيمة المضافة، وعلى فكرة احنا طرحين تعديل على قانون القيمة المضافة هنطرحه على البرلمان كنقابة علشان ندخل حدود الإعفاء للمحامين بالسقف الأعلى زي باقي الفئات اللي تحت حدات تعب حد الإعفاء. ده احنا داخلين بالتعديل ده لغاية ما المحكمة الدستورية تحكم. إذا حكمت المحكمة الدستورية خلاص كل اللي اتعمل ده اتهد، اذا ما حكمتش يبقى وصلنا الى اقل قدر من التكاليف والاعباء على المحامين، ويبقى نجحنا بادراك الجهد والسعي. احنا كان مش محامين، هو احنا مسؤولين عن النتائج؟ احنا مسؤولين عن بذل المجهود والجهد، انما انا مش ملزم بتحقيق نتيجه في اي عمل.
مهني او غير مهني حتى العمل النقابي انا مش ملزم بتحقيق النتيجه، انا ملزم بالسعي. اذا سعي ادى الى نتيجه جيده الحمد لله، ما اداش برضو الحمد لله. ادخل على اتعاب المحاماه، الحقيقه برضو انا مستغرب ان في بعض المدخلات ما قريتش قانون المحاماه كويس. احنا بنتكلم على المستحدث الماده 187 اللي استحدثت التحصيل عند قيد الدعم. احنا من كده متفقين انها لمصلحه المحامين، ان انا بحصل هذه القيمه مقدمه، بوفر جهد، الفلوس دي تدخل لخزنه الدوله وتروح وزاره من وزاره العدل لوزاره الماليه، بعد كده لما يتنفذ الاحكام نيجي نخش على وزاره العدل ثم وزاره الماليه علشان نجيب، فنكتشف انه في احكام ما اتنفذتش فمش هتقدر تاخد اتعاب المحاماه، وفي احكام اتنفذت دون اتعاب المحاماه، وفي احكام اتنفذت باتعاب المحاماه وسندها التنفيذي مش موجود في وزاره العدل. هو دي العقبات اللي في النهايه ادت الى انه اللي بيوصلنا شهريا من اتعاب المحاماه القديمه ضعيف. لما اخترعنا فكره المقدمه بعض المحامين يقول لك اصل احنا ده غير دستوري، كيف نحمل المواطنين الاعباء؟ تحمل ايه يا عم؟ ما انت بتدفع صندوق الاداره زي الباشا، ما بتقولش حاجه، بتفتح الرسم وتدفع الرسم القضائي وما بتقولش حاجه. اشمعنى صندوق المحامين اللي نقول فيه حاجه؟ لما جه الصندوق يخصك ويخص مصلحتك نستخدم الفزلكه بقى، اصل الموكل، اصل المواطن. طب المواطن فين؟ من صندوق القضاء. المواطن فين؟ من الرسوم اللي بيدفع، ما بيدفع مقدما ومحدش بيتكلم. اشمعنى جينا نتكلم لما بقى الامر يخص المحامين؟ لا، المحامين مش اقل من القضاء، مش اقل، واللي يدخل للقضاء احنا اولى بيه يدخل في صندوق المحامين. ليه؟ ليه 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 هذه الدونيه؟ ليه؟ ليه هذه المفارقه؟ واحد يقول لك اصل الحكم الملزم بها هو خاسر الدعوه، ايوه يا سيد الفاضل. كسب الدعوه يرجع على خاسر الدعوه وياخد اتعاب المحاماه اللي سددها وخلصنا. انت كده مستكتر على نفسك تؤدي هذا الامر لصالح نقابه المحامين، تدفع انت لصالح نقابه المحامين اتعاب المحاماه، ولما تكسب دعواك تعود على الخاسر وتاخد القيمه خلاص. مش عايز تبذل هذا الجهد لنفسك؟ ال 100 جنيه اللي انت هتدخلها لنقابه المحامين عايز تدخلها علينا بجمايل؟ ده فلوسك وصندوقك والخدماتك والمعاشك. التعديل مش بس كده، التعديل بيتكلم، لو سمحت لو سمحت، التعديل مش بيتكلم عليك، بيتكلم على التحصيل. لا 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 لا، لو سمحت لو سمحت، التعديل مش بيتكلم على انك تحصل بس، لا ده احنا عاملين البروتوكول بنحصل يوم بيوم وبنفرد يوم بيوم، وتعمل بروتوكول وقعناه مع وزير العدل والزم كل اقلام الكتاب باداء هذا الامر. واحد يقول ليه نديهم اصلا 5% ولا 6%؟ برضه انتوا ما رضوش قانون المحاماه، النسبة دي منصوص عليها في قانون المحاماة المادة 188 بتتكلم على انه اقلام الكتاب هي اللي تاخد 5%، موجودة في القانون، مش اختراع، مش احنا اللي قررنا، ده مش قرار من نقابة المحامين. نمرة اتنين، انه القانون هو اللي بيقول انه اقلام الكتاب هي اللي هتحصلها، ما حدش يقدر يخالف القانون ويدفعها من بره اقلام الكتاب والا يعدل النص من اساسه، فهي تورد عن طريق انا بالكتاب. هتقول لي طب ليه ما حطيتش دمغه؟ اقول لك ما الدمغه ايضا بدفع عليها عموله 5%، والدمغه ايضا بتتزور، والدمغه اتزورت، والدمغه تواطأنا عليها وقبلناها مزوره واستخدمناها مزوره وشفناها مزوره وما بلغناش عن حد مزورها. كمان عايزين تدخلوا اتعاب المحاماه في الدمغه؟ ما احنا ما صدقنا لمينا الدور. نمره اثنين او ثلاثه،
لو انت قلت مش هدي بقلم الكتاب 5% وانا هديها للمحامين ونروح ندفع في النقابه، نتكلم بوضوح، امين السر الكاتب ده مش هيقبل يقيد الدعوه، مش ممكن يقبل قيد الدعوه لانه مش مستفيد، مش ضروري اتعب المحامي تبقى موجود، مش موجود الدمغه، مش موجود الدمغه، ياخدها ويلزقها ويحطها في اللي بعديك واللي بيحطها في اللي بعديك واللي بعديك واللي بعديك، وصندوق نقابه المحامين ما يدخلش في حاجه. ايه الزكاوه دي؟ احنا بنعمل لصالح المحامين، احنا بندي حافز عشان الناس دي تبذل جهد علشان تورد الفلوس يوم بيوم وساعه بساعه، ده امر مقرر لمصلحه المحامين. محدش يا اخوانا فاكر انه المساله هي ان احنا بندور على حته نصرف فيها الفلوس، لا، احنا طبعا اولى بواحد بنصرف بربع في المية، بس اذا في ضرورة تقتضي الانفاق انت بتنفق على هذه الضرورة، لانك في النهاية صاحب مصلحة فيما تنفقه، انت بتدفع علشان يدخل، بس بتدفع بشكل مقنن وبشكل محترم وتساعد، ويبقى انت ادائك في التزام به. كل اجهزة وزارة العدل الان بتساعدك على توريد اتعابك، اتعاب المحامين. اصبروا اصبروا شويه علشان تعرفوا حجم المدخول. هو قرار زياده المعاش هو جاي عنتره؟ لا، مبني على انه في ارقام داخله، ارقام دي من الممكن ان تؤدي الى هذه النتيجه. يبقى نودي اللي يخش على الاكتواري يدرس الفلوس بكذا، تديني كذا وتديني كذا ولا ما تدينيش. احنا عايزين 3000 جنيه على كل شهر مبدئيا، و1000 جنيه حد ادنى مبدئيا. اذا نفعت هنبدا نشتغل على طول، فلوس اكثر هندفع اكثر، وهيزيد الدخل للمحامين اكثر، لانه في النهايه لازم تبقى فلوسك في جيبك علشان تقرر تاخد تدي ايه وتمنع ايه. هي دي المسؤوليه، وهو ده الالتزام. احنا مؤسسه محترمه، مؤسسه دستوريه، نقابه المحامين مؤسسه دستوريه بتأدي التزاماتها بشكل شفاف وبشكل محترم وبشكل فيه التزام، مش بشكل خداعي للناس. وندي ارقام عنتريه، ما ينفعش واحد يقول لي لا خليهم 5000، لا طب ما نخليهم 10، طب ما نخليهم 20. هي الكلام هو لو لدينا الموارد اللي تدينا خلينا ندي 10 هندي 10، بس لسه ما وصلناش. لما نصل لهذه الارقام ندفع الكلام ده وندفع الدعم ده. اللي بيكلمونا عن العلاج وال 4000 وال 5000 والارقام، ما احنا بعد ما وصلنا للسقف ده جايين تتكلموا تاني. احنا في الحالات الحرجه اللي بيسال على الكانسر لغايه 50000 جنيه، القلب المفتوح 50000 جنيه، العلاج العمليات العاديه لغايه 30000 جنيه، الادويه 8000 جنيه بحد اقصى 50%. هي دي الحدود اللي احنا نقدر نصل، عارفين حضراتكم لغايه الان احنا صارفين على العلاج كام في 2019؟ 226 مليون جنيه على الارقام اللي انا قلتها. خلوا بالكم ده اوفر، ده عالي، ده ازيد من الحساب الاكتواري للموضوع، لانه في مبالغه بقى، في مبالغه حدثت. مبالغه ايه؟ هو احنا هنسيب المحامين؟ لا، هو احنا محامين لازم بمجرد ما اخش المستشفى ندفع؟ لا، مش كده، مفيش حاجه في الدنيا كده. كل حاجه ليها سقف، كل حاجه في الدنيا ليها سقف ولها حدود. لو احنا تجاوزنا هذه الحدود مش هنقدر نكفي، مش هنقدر نكفي. لو ادينا كل المحامين كل اللي هم عايزينه، ما عنديش الدخل ده، ولا الدوله المصريه كلها عندها الدخل ده، انما انا عندي ميزانيه، في اطار هذه الميزانيه اوزعها بحسابات. النهارده الدواء 4000 جنيه، بكره ممكن يبقى اكتر من كده، بس لازم يبقى عندي الدخل اللي يوصلني للنتيجه دي. هو احنا غاويين نزعل المحامين مننا ونقول ان احنا مش قادرين؟ لا، بس شوف القفزات العلاج وصلت ازاي. احنا العلاج لما بدا ب 3000 جنيه حد اقصى، ومساهمه 50%، النهارده بقينا في ارقام المساهمه 90%.
كلام غير مسبوق. تعالوا قولوا لي اي نقابه مهنيه بيصرف فيها سقف العلاج ل 50,000 جنيه باشتراك 200 جنيه في السنه. مين؟ مفيش اي نقابه. احنا اعلى نقابه مهنيه صرفت فلوس لاصحابها او للمستحقين. بس علشان الخدمه تستمر صح ما ينفعش تجاوز، ما ينفعش بحث عن استثناءات. ما ينفعش، احنا عندنا وسائل اخرى قدرنا نستخدمها معانا. العلاج على نفقه الدوله كان الاول ممنوع، اللي عنده خدمه او اللي عنده نظام تامين علاجي ما ياخدش حاجه من الدوله. احنا نجحنا في ان احنا نعمل اتفاقات مع وزاره الصحه سواء في التامين الصحي او في العلاج على نفقه الدوله ان احنا ندي للمحامي كمان فوق اللي وصل له سقف ال 50 يتعالج على نفقه الدوله. وبنعملها. ده معناه ان احنا بنضاعف القيمه العلاجيه للمحامي بكل الوسائل. مش ضروري النقابه تدفع كل حاجه. لكن في امكاننا نجيب استفاده من الدوله، ما نجيبش ليه؟ لانه منام بيجي بطريقه كريمه وبطريقه محترمه وبتحقق فايده للمحامين. احنا كثير من الحالات يا اخوانا بنتدخل في، يعني عندنا حالات يقيل عليها ده حالات انسانيه. واحده كانت اخر حاله كانت عملت ازمه اعلاميه انها من 16 ما جتش، ما جددتش الاشتراك. فبقت مش مشترك في العلاج، بقت مش مستحقه للعلاج. فامر طبيعي جدا. احنا ما نعرفش اصلا هي جددت ولا لا. احنا لغايه ما ظهرت الحاله على السطح ان في زميله عندها كانسر. طيب ماشي، نساعدها ازاي؟ العلاج اللوائح ما تسمحش ان احنا نعمل لها حاجه لانها مش عندي، مش مقيده. هي دخلت الزوال. طيب ماشي، على المستوى الشخصي المحامين ساهمت في علاجها وجمعت فلوس. على المستوى العام انا اتصلت بمدير المعهد قوي الاوراق ورئيس جامعه القاهره، قلت له عندنا حاله فيها كذا وكذا وكذا، بكره يبعتوها لنا واحنا نتولاها على اعلى مستوى. اتصلنا بالاسره، الاسره قالوا لا مش هنوديها معاك الاوراق. ليه؟ اصل احنا هي ما بتعرفش ان عندها اصلا كذا. طب هنعمل ايه؟ طب مطلوب من نقابه المحامين تعمل ايه؟ يعني اذا كانت هي ما تعرفش وانتم مش عايزين تعرفوها، طب ما عايزين ايه من نقابه المحامين؟ انتوا عايزين تطلعوا نقابه المحامين نقابه مقصره وسلام؟ طيب الفلوس اللي اتلمت ما خدوهاش، ما رضوش ياخدوها. اذا احنا مش عايزين ندخل في دوامات تفصيليه. ما فيش حد فينا يقبل ان نشوف حاله انسانيه وما يساعدوش فيها، سواء كان محامي او غير محامي. على المستوى العام كلنا كده، جارك زميلك في الشارع، واحد غلبان واحد مش غلبان، وانت تقدر تساعده بتساعده، بس في حدود ما انت مرخص لك بيه. انت مرخص لك تدفع من جيبك ادفع، لكن مش مرخص لك تدفع من جيب عام لحاله انت ترى انها انسانيه عشان تساهم فيها. انت عايز تكسب ثواب على حساب المحامين، لا مش من حقك، مش من حقك. انت بتقول انا ادي له 100,000. ادي له 100,000 ليه؟ طب ما انت ال 100,000 دول كل محامي له جنيه فيهم. مثلا انت عايز تدفع ال 100,000 من جيوب المحامين، انت ليك جنيه بتاعك، مش من حقك تفرض على تاخد من انصبه المحامين وتوزع بتقديرك انت. لكن بقدر الامكان احنا بنحاول نرفع المستوى والاداء بقدر الامكان وبقدر المتاح. لا فيها مزايده ولا فيها ايضا البحث عن التقسيم. احنا كلنا حريصين، وتفتكروا في حد في النقابه مش حريص انه الناس كلها تشكره على انه بيعالج ده وبيعالج ده وبيأدي ده وبيأدي ده مش كده؟ ما اعتقدش انه بالفطره احنا يعني قاصدين نؤلم الناس، ولا قاصدين نقصر في حق الناس، ولا قاصدين نمنع خير على الناس، على المحامين. ده امر مش مقصود، لكن امر احنا ملتزمين بما لا يلتزم به المحامي لوحده. كل محامي مننا مسؤول عن نفسه شخصيا، مسؤول عن ماله هو شخصيا، لكن احنا مسؤولين عن اموالكم كلكم، مسؤولين قدام ربنا وقدامكم وقدام الدنيا كلها.
في ان احنا نحسن الاداء فيها ونحسن ادارتها، لانه في النهايه لما يحصل يقع خطا ما او حساب، طب انا مين الجهاز المركزي يراجع حاله ويقول انت صرفت علاج لحد غير مستحق وده ادار المال العام. انت في النهايه بتعمل ايه للشخصيه العامه؟ ما بتعملوش حاجه، بتقول له انت اللي غلطت، انت اللي صرفت غلط، فاحنا المسؤولين. لكن بقدر الامكان بنعالج هذه القضايا، وايضا حريصين على ان احنا نصل فيها النتائج ايجابيه علشان نحسن احوال المحامين. اخلص ايه ده يا جمال؟ اخلص يا استاذ جمال، اخلص المعاش، المعاش مع التامينات. اخوانا احنا قلنا، انا قلت الكلام ده مرات عليه وهعيده تاني، احنا روحنا التامين والمعاش ووزارة التضامن. يا اخوانا عايزين نعمل ندخل محامين معنا. قالوا حاضر، ايه البيانات؟ تدرس قانون، ادونا النتيجة علشان اولا. قالوا انتوا اللي بتعملوه ده ولا في الاحلام، الارقام اللي انتوا بتاخدوها عشان تعمل المعاش ده ولا الاحلام. احنا مش انتوا ماشيين بالسطر، ماشي شاكرين. عشان تخشوا معانا في المعاشات هتدفع كل محامي 176,000 جنيه مقدم. طيب الاول كده احنا عندنا ده، احنا نقدر ندفع عن 200,000 محامي المقيدين كل واحد 176، ده احسبوها كده كم مليار؟ مش هنقدر. دي واحد. اتنين، ان كل محامي انت هتدفع عن كل نقابة، هتدفع عن كل محامي ما لا يقل عن 500 جنيه في الشهر اللي بتخصم من الموظفين عشان يصل المعاش. احنا نقدر نعمل ده؟ نقدرش. نمرة ثلاثة، قالوا ما احنا عندنا نظام تأميني اختياري للي عايز اصحاب الاعمال يدفعوا ويأمن، لما يجي يدفع المنشاة بتاعته بيأمن على نفسه وبيأمن على العاملين عنده سواء كانوا محامين او موظفين. تدفعوا لهم انتوا في النقابة؟ قلنا لا ما ندفعش، لا ما اقدرش ادفع ده، وفي نفس الوقت انا ما اقدرش اورط اعضاء المحامين واعمل لهم اشتراكات علشان الزمه انه يدفع للمحامين اللي عنده ويدفع للموظفين اللي عنده، وكل يوم تتعمل له جنحه، كل شهر هتتعمل له جنحه انه ما سددش وانه ما عملش. انا ما اقدرش اعمل كده بالظبط. اذا هذا الامر اصبح مستحيلا امامنا حتى الان، ما عندناش طريق تاني. احنا عندنا الطريق اللي احنا ماشيين فيه، احنا قيمة المعاش اللي احنا وصلنا اليها لو ربنا وفقنا وانتهينا الى 3000، طب ما ده اعلى معاش في الدولة، ده اعلى معاش مش موجود. حتى ال 2000 جنيه اعلى معاش. انتوا بتتكلموا على الزيادات، زيادات مدفوعة بالقيم الشهرية اللي بتدفع، احنا ما نقدرش نوفرها. لكن ده اللي احنا قادرين نعمله حتى الان بالامكانيات المتاحة الان، مش في حاجة احنا مقصرين وملتفتين عنها ومدين ظهرنا لها. لا، احنا دخلنا وطرحنا الابواب وفتحنا حوارات وانتهينا وقامنا الدراسات ولجان اتشكلت وانتهينا الى ما انتهينا اليه، انه في استحالة ان تقدم النقابة هذا الامر للمحامين. انتوا توقف كده ليه؟ توقف كده ليه؟ طب ما تنزل من تحت. طب قول لي عشان اللي وراك، عشان اشوف حسن والمشاكل اللي وراك. نيجي بقى لفكره ليه المحامي ما يجمعش بين المعاش والاشتغال؟ يا اخوانا خلوا بالكم، هذا امر يختلف عن الوظيفه. اولا قانون المحاماه نفسه في هذه النصوص في انه بمجرد ما تقدم طلب المعاش يمتنع عليك انك تشتغل وتسلم ملفاتك وتسلم ادواتك وكل حاجه. فقانون اصلا ما احنا ما نقدرش نخالفه القرار. فلسفته ايه؟ ممكن تبقى فلسفته غلط، بس فلسفته ايه علشان اوضحها لحضراتكم، لان الحكايه دي كانت قديمه شويه. انه احنا المحاماه مهنه حره، سوق العمل فيها سوق محدود، واحنا نقابه مهنيه بترعى
أصحاب أو أطراف هذا السوق، أطراف أصحاب الخدمات القانونية اللي بيقدموا خدمات قانونية. أنا كنقابة أدي معاش للذي تقاعد عن العمل علشان هو تقاعد. طب فضل في العمل أدي له معاش. لما أنت فاضل في العمل شغال وبتكسب، أنت تدفع لك للنقابة الآن. كسبت واشتغلت وعايز تتقاعد. قال لك لا، ما هو هنا بيزاحم باقي اطراف سوق العمل، لانه المساله يعني الرزق على ربنا ماشي وربنا ضمن كل الارزاق ماشي، بس في قواعد لسوق الرزق في العمل البشري. احنا 100 واحد خرجوا 50 معاش، في سوق العمل بيحتمل ال50. لو ال50 اللي اقتطعوا معاش رجعوا تاني يشتغلوا، سوق العمل هيقلل القيمه اللي موجوده، فانت هتضر اللي بيشتغل وبيبقى كل الناس هتتقدم تطلع معاش. يبقى عملنا ايه؟ احنا قعدنا تدوير اموال المحامين تاني ووزعناها على المحامين وخلاص وقفلنا وما ادناش فرصه للي جاي اللي موجود. دي الفكره او دي اساس الموضوع. ده مختلف تماما عن الوظيفه القضائيه، عن الوظيفه في موضوع تاني. لكن طبعا انت بتحلق المعاش من حق تشغل اي حاجه. يعني تعمل بيزنس، تسافر، تتفسح، تفتح مشروع، تقعد في بيتكم، كل ده متاح. بس ما ينفعش نقابة المحامين تضمن الاثنين، تشغلك وتسيبك تشتغل وتديك معاش، والا كل الناس هتطلع معاش. الناس اللي بتتكلم عن المعاش وال 40 سنه، لا انا مش 40 سنه، القانون الجديد انتم ما رضوش 25 سنه. 25 سنه استحقاق المعاش نزل. فكرة توزيع المعاش ومعاش الدفعة الواحدة ليه ما يداش أولا لكل الناس؟ لا، ما نقدرش ندي لكل الناس، لأنه لو أنا اديت 100,000 ل 2000 بيطلعوا معاش كل سنة، ودول مش 2000 بس، يعني يبقى أنت محتاجين 2 مليار. يبقى أنت ما عملتش حاجة. هي فلسفة معاش الدفعة الواحدة إيه؟ خلينا اللي اتكلموا عن المحامين الشبان دول اللي بيتفاهم ده في سن متوسط العمر، اللي قعد 10 سنين و15 سنه وتوفى ده. ده عنده اسره صغيره بقى. احنا كنا بنلم من المحامين. مش كنا بنقعد في اوضه المحامين يا اخوانا ده فلان توفاه الله اللي معاه حاجه لانه اسرته لانه بتاع بيسيب اطفال في مدارس اجنبيه لسه بقى مقبل على الحياه. قدم لاولاده في مدارس اجنبيه، جاب عربيه بالقسط، اشترى شقه بالقسط، فجاه وقع راح ما عادش في دخل. احنا بنفكره فلسفه معاش الدفعه الواحده انه الاسره دي تاخد مبلغ تساعدها مرحليه على انها تتجاوز صدمه الوفاه والموت والفراق، تعفيهم من ان هم يمدوا ايديهم من المنديل اللي احنا بنلمه. احنا اردنا انه بدل ما المحامين تلم بمنديل لابنائها، النقابه تتولى هذا المنديل بشكل كريم. هي دي الفلسفة. انت عايز تاخد تشارك دول في المنديل؟ مش هنقدر دلوقتي، المواردنا ما تكفيناش. فانت ما نقدرش نعمل ده، لانه الامكانيات لا تسمح بهذا الامر الاختيار، خصوصا اذا كان بيخرج للمعاش في السنة حوالي 2000 سواء بالوفاء او بالاختياري. لو انت قلت خلاص كل واحد هيدفع هنديله 100,000 جنيه، تعالوا بقى حلقوا على الناس اللي بتروح من 10. وانا اقدر اقول لكم في 10,000 على الاقل هيتقدموا. 10,000 في 100,000 اضرب في الارقام. احسبوا كده الاصفار، 5 اصفار في 100,000 و4 اصفار في 10,000 يبقوا كام؟ 4 و5 9 اصفار. 9 اصفار يعني بالمليار. فانتوا مع فين ده؟ هذا امر غير متاح، هذا فوق الطاقه. فارجوكم، مش عايزين نتحدث بشكل يبدو فيه ان احنا مقصرين في امر في ايدينا ان احنا نعمله وما عملناهوش. لا لا، محسوبه بالورقه والقلم. لو ده متاح ما كنا عملناه، عشان على الاقل تقعدوا تشكروا فينا وتقولوا والله دول عملوا حاجه كويسه. لكن مش قادرين، الامكانيات مش متاحه. احنا خدنا في 2011
وانا ما كنت يعني مش عارف ما اجيبش معايا الورق ليه. احنا كنا مدينين نقابه المحامين كانت مدينه بحوالي 54 مليون جنيه. 54 مليون 11 و12. ما كانش في حاجه في صندوق نقابه المحامين. كنا هنفلس. تذكروا الجمعيه العموميه اللي عملناها في 13 ورفعنا الرسوم اللي المحامين اتشالت واتحطت لما رفعنا البتاع قلنا 100 جنيه ولا 200 جنيه ورفعنا فئات الدمغه علشان ننقذ نقابه المحامين من الافلاس. احنا كنا صفر في هذا التاريخ. النهارده فوق بقول لكم 700 مليون موجودين احتياطي. بس ما انا ما فرقعهمش في السنه. ما اقدرش. هذا ابقى بضيع مستقبل اولادنا اللي جاي اللي المفروض انه يرتكنوا على ما على الرصيد المتاح لهم من الان ما نبددوش. حتى معاش الصغير لما بندفع مع حد الادنى للمعاش يبقى 1000 جنيه يبقى احنا وصلنا الى رقم معقول. معقول انما مش كفايه. احنا فاهمين كويس انه ده ال1000 ولا ال2000 ولا ال3000 الان يساوي شيء. لكن هو ده المتاح لان انا برضه باخد منك 200 جنيه في السنه. اشتراكك 200 جنيه. لا بتعمل ايه بس لحظه كلام خلاص كلام. ما تشتتش ذهني. لانه في النهايه احنا عارفين القوه الشرائيه للجنيه ضعفت خلاص. طب احنا ذنبنا ايه؟ هو ده اللي موجود، هو ده المتاح. احنا بنتعامل بالجنيه بامكانياته بما هو متاح. هو ده الافضل حتى الان. مدونه السلوك. مدونة السلوك ليه اصلا متربصين فيه انه ده اصلا علشان التصفيه الانتخابيه ولا ايه الكلام اللي ملوش اساس؟ وانتم يعني انا ارجو ان انتم تقروا قانون المحاماه عشان تعرفوا ان احنا بنحاول نحيي نصوص قانون المحاماه. انا هقرا عليكم للاسف نصوص قانون المحاماه. اهي 62 و67 و69 و70. تعالوا شوفوا بيقول القانون. على المحامي ان يلتزم في سلوكه المهني والشخصي. عشان ما حدش يقول الشخصي حاجه والمهني حاجه. سلوكه المهني والشخصي، ده النص ده مش احنا اللي حاطينه. النص ده موضوع منذ ان خلق هذا القانون. بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها وآداب المحاماة وتقاليدها. كفاية النص ده. مش هقرا بقى النصوص. هو النص ده بيفرق بين السلوك المهني والسلوك الشخصي. هي قلة الأدب فيها قلة أدب مهنية وقلة أدب شخصية؟ قلة الأدب قلة أدب. على طول اللي ما ترباش. هو في واحد اتربى في بيتهم ومحترم وما ترباش مهنيا؟ مستحيل. هي واحدة اللي اتربى في بيتهم هو ده اللي احنا عايزينه. ما ينفعش تقول اصل ده شخص وده مش شخص. اصل انا اكتب اسمي وما اكتبش اسمي واكتب اسم واحد تاني. هو من حقك تعرض بزملائك او حتى بخصومك. انت ممنوع بمقتضى قانون المحاماه ان تعرض بخصوم موكليك انك تجيب سيرتهم. ده النص ده القانون اللي اصلا موجود. احنا مش بنخترع اشياء فوق الاشياء. لا احنا عايزين نطبق ده. وبعدين احنا ما عندناش رؤية مسبقة. تعالوا حطوا لنا تفاصيل. هل يعني هنخلي الامر يعني ينفع المحامين تسب بعض بالاب والام؟ ينفع ده سب في ناس بيسب الدين.
في المواقع بتاعتها على المواقع ما يتحاسبوش ازاي يا اخوانا؟ وبعدين تقول لي اسباب، اسباب انتخابيه، اسباب انتخابيه ايه؟ خصوم ايه؟ هي فين الخصومه دي عشان ايه؟ هو في ايه يستاهل ان احنا نسب بعض ونهين بعض ونجرح بعض ونعرض لبعض؟ هو انت لما بتشتم زميلك او استاذك او حتى موكلك او حتى خصم موكلك، حد هيحترمك؟ محدش هيحترمك. في نفس الوقت في قواعد اخرى مهمه، الامانه والشرف اللي احنا بنحلف بيهم في قسم المحاماه حاجات عظيمه جدا يا اخوانا، لو تعلمون عظيمه. لازم كل التفاصيل دي نقدمها للناس عشان نقول للناس احنا قدوه، مش بنسيب منحرف وسطنا ولا متجاوز لحدود الادب واللياقه وسطنا، ولا المحاماه تسمح. المحاماه الحقيقيه اللي احنا عايزين نحميها، اللي احنا عايزين نبقي عليها في ذهن المجتمع، احنا عايزين نزيل من خلفيه المجتمع المحامي النصاب واللي بيلعب بالثلاث ورقات والكلام اللي بتيجي في الاعلام. هو ده ميراث من الرؤيه، من المخزون الثقافي والذهني عن حاله المحامي، حالات موجوده في الواقع. هو انتوا بتنكروا انه في ده موجود في الواقع؟ هي مش في محامين بتضرب اصالات امان على محامين وبتروح بيهم المحاكم وتجرجرهم وتبتزهم، وعلى موكلين وعلى ناس غلابه وعلى ارامل وعلى ايتام؟ هي دي محاماه؟ هم دول محامين؟ لا دي محاماه ولا دول محامين، ولا يستحقوا ان هم يكونوا موجودين معانا. وتقول لي بعد كده اسباب انتخابيه؟ انتخابيه ايه؟ انتخابيه ايه؟ الناس مش هتحترمنا. احنا لازم المواطن وهو يدخل مكتب المحامي يشعر بالامن ويشعر بالامان والثقه. لازم ده يبقى موجود، لو ده مش موجود مفيش قيمه للمحاماه. يا اخوانا المحامي ده اهم من اي حاجه في الدنيا. الانسان بيروح له بيسلمه حريته، بيسلمه سره، بيسلمه ماله، بيسلمه شرفه، بيسلمه كل شيء. لو ما كانش المحامي على هذا المستوى من هذه القيمه مش عايزينه في رقابه المحامين. لازم ده يبقى موجود. هيبقى موجود بالكلام بس. احنا هنتكلم، والتأديب لوحده برضه مش هينفع. انتوا لازم تعلموا ولادكم الالتزام والشرف. الله، هي دي مسؤولية، هي دي القيمة الحقيقية. ويتكتب ده في مدونة سلوك هتعرض على جمعية عمومية مش هينفرد بيها نقيب المحامين ولا مجلس النقابة. اللي هيقر هو اللي هينفذ. ازاي نحاسب بعض؟ ازاي نتحاسب مع بعض؟ دي مسائل المحامين اللي بتروح تتخانق في المحاكم على موكل، او يتخانقوا على امر ما او على كلمه. المحامي اللي بيقف لابس جنس ولابس شبشب او لابس خف في رجله وضارب الروب فوق القميص، ينفع ده دي تبقى محاماه؟ لما القاضي يقول للمحامي انت محامي، يا استاذ انت محامي ولا ايه؟ يقول له لا انا اصل انا محامي، ويشك فيه. ده لو مجرد السؤال، لو حد سالك في المحكمه هو انت محامي، دي اهانه. اهانه. اذا انتوا لازم تبقوا فاهمين كويس، دي اهانه. لازم تبقى دلاله واضحه من حيث الشكل والموضوع والمضمون. لازم ده كله يبقى موجود، يبقى موجود بجد، مش هيبقى موجود هزار، مش هيبقى موجود كلام. مش هنفوت، احنا بنبني محاماة عظيمة، وبنبني حالة جديدة، مستقبل جديد. ممكن احنا ما نكونش قده، لكن بالقطع لازم ولادنا نسلمهم حاجة محترمة علشان يذكرونا بخير، علشان المجتمع يحترمنا ويحترم ادواتنا ويحترم رؤيتنا ويحترم ادائنا. المحاماة أكبر مما يظن البعض، أكبر مننا. يعني أنا أعتقد إن إحنا مش فاهمين المحاماة كويس كلنا، قد ما هي لها قيمتها ولها
قدرها ولها قامتها وده. المحاماة هي اللي بتدافع عن الوطن، هي اللي بتدافع عن الوطن، بس مش بتدافع بال 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 بالقطعة، مش بتدافع بالقطعة، مش بتدافع بالنفاق، انما بتدافع بالحق بالمضمون. مش لما تبقى المسألة فيها موسمية نشتغل حسب الموسم اللي مطروح به الأمر. احنا نقابة كبيرة، وقضانا ولما بنتبنى القضايا بنتبناها بشكل مبدئي. انتوا بتلوموا علينا مين مصطفى اللي قال قضية فلسطين؟ مصطفى. يا مصطفى، طب ما انت عضو نقابة، انت عملت موضوع واحد عن قضية فلسطين في أسيوط، اعمل في أسيوط واعمل للقضية. احنا هنا اعلى استجابة انا شفتها مع المحامين لما اتكلمنا عن قضية فلسطينية، لانه في النهاية المحامين دي مدركة القضية دي مش قضية دعاية، مش اعلام، دي قضية وجود حقيقي يا اخوانا. احنا لما بنقول الكلام ده والله ما بنقول جمل رنانة ولا عبارات منمقة ولا مواضيع بتهز الوجدان، لا. لو اسرائيل دي فضلت اسرائيل احنا مش هنفضل، والله ما هنفضل. سنة 12 هنروح في داهية، الله، هيصفونا وبيصفونا وبيلعبوا بينا وبيتحكموا فينا علشان نبقى أدوات وفي النهاية ننفذ اللي هم. طب الثوار اللي في سوريا اللي بهدلوا سوريا، دول بيدافعوا عن الديمقراطية، بيدافعوا عن حقوق الإنسان، بيدافعوا عن الشرف، بيدافعوا عن الاستقلال؟ لا، دول عملاء قبضوا وخدوا سلاح وجردوا الدولة من مهمة الدولة. النهاردة سوريا بيفرض عليها لجنة عشان يحط لها دستور، وصايع اللي عايز يجر بلده زي سوريا ما تجرد، ما احنا مش هنسيب سوريا تبقى سوريا تتجزأ، ولا هنقبل ده، ولا هنقبل ان العراق تفضل زي ما هي. العراق راحت يا اخوانا، ثلاث دول في العراق، دولة كردية كاملة، سنية كاملة، شيعية كاملة، ومحدش عارف مين صاحب البلد، محدش عارف مين صاحب القرار. النهاردة سوريا بتتفك، ربنا يستر عليه، ولبنان وراها، واليمن وراها، وليبيا في شغالين فيها، وبرضه باسم الديمقراطية وباسم حقوق الإنسان وباسم المبادئ. واللي بيلعب بينا هم الدول العظمى، احنا بالريموت كنترول بيدورونا، هم اللي بيشتغلوا علينا. هي أمريكا بتساعد حد لوجه الله؟ هي أمريكا مع حقوق الإنسان؟ هو اللي بيحصل في فلسطين في حاجة لها علاقة بحقوق الإنسان؟ البيوت بتتهدم على الناس، ده حقوق إنسان؟ الأطفال بتتقتل في الشوارع، ده حقوق إنسان؟ المسجد الأقصى بينتهك، ده حقوق إنسان؟ كنيسة المهد بتداس، ده حقوق إنسان؟ لا، ده حقوق صهاينة، حقوق كلاب استطاع أن يتمكنوا منا، وإحنا قابلنا وبنسقف للي بيرعاهم، وبنسقف للي بيدافع عنهم، وبنسقف للي بيدعمهم. للأسف الشديد هي دي القيم اللي احنا يجب ان احنا نبقى متمسكين بشكل مبدئي وبشكل قطعي وبشكل ما فيهوش التفاف ولا فيه لف ولا دوران. فاحنا مش ما حدش يلومنا، لكن ايضا لوموا انفسكم. القضية الفلسطينية على فكرة مش عايزة مؤتمرات، والله ما عايزة مؤتمرات، انما عايزة نربي اولادنا انه ما ينساش ان فلسطين دي بتاعته وانها عربية. لو قدرنا نعمل ده فلسطين مش هتروح، مش هتضيع، لان اولادنا دول هيكبروا ويعرفوا يجيبوها. احنا ما قدرناش، بس اولادنا ان شاء الله هيقدروا يجيبوها. طبعا اليهود عاملين كده وما بقوش كده الا لما عملوا كده. انا مش عايز
أخذ يعني أدخل في قضايا فرعية، لكن أنا لازم أجاوب على كل اللي قال. دعم لجان الحريات، دعم لجان الحريات، بس أنا لازم يبقى بناس حقيقية، لازم أنتوا تبقوا موجودين بشكل حقيقي، لازم تتبنوا وضع صح. المجتمع محتاج حراك، محتاج مصالحة اجتماعية، محتاج حوار مجتمعي، محتاج كل حاجة، كل حاجة. بس احنا كمان مضغوطين، احنا مضغوطين، ولازم نساهم بشكل ايجابي، لازم كل النقابات تبقى موجودة، تبقى موجودة في وسط مجتمعها، وتبقى تأدي دورها، وما تترجعش، وما نفصلش. اللي انا قلته عن عمل المحاماة ونقابة المحامين يجب ان يكون، بس كمان لازم الناس تبقى فاهمة كويس، تفرق بين امرين، انك تدافع عن حق الانسان في ان يكون صاحب رأي او حتى صاحب فعل طبقا للقانون، وتدافع عن هذا الاستحقاق، وبفرق انك تمشي ان هو يجرك لحساباته ويدخلك في معركه، لان دي موضوع تاني خالص. اللي تعالوا موضوع عمر المختار، يعني رغم ان هو قد يبدو ان هو منفصل عننا نقول، لكن هو جزء جوهري من الموضوع. احنا كلنا مستائين من انه ابننا واخونا وزميلنا عمر خد 5 سنين حبس، بس الحقيقه هو جرجرنا في معركه مش متكافئه، هو دخلنا في معركه وهميه. احنا مش هنسيبه، مش هنتخلى عنه، هنروح مكان النقطه، بس تعالوا نرجع، بس علشان العبره، عشان اولادنا يتعلموا. هي فيها حاجه اسمها في الدنيا انك تاخد حقك، تضرب حد بالجزمه، زميلك او قاضيك او غيره، لا يمكن حد مهما كان حجم الاستفزاز. هتقول لي اصل استفز، لا مش كده، برضو المحامي لازم يبقى عنده مبني، يعني لازم يبني بنيانه المهني على قدرته على امتصاص الغضب اذا كان في غضب، بس في النهايه محدش يقبل ده، وده امر اجهدنا واجهضنا، اجهضنا في مواجهه الناس دي. احنا ما نقبلش ده، لا علينا ولا مننا، لا على القاضي ولا على الغفير ولا على اي مواطن. ضرب الانسان بجزمه حرام وعيب وسلوك ما حدش يقبله. احنا ما قبلناهوش لما تذكروا حادثه ضابط فرسكور، لما حدف المحامي بجزمه في اسم الشرطه، اخمنا الدنيا ولم نقعد، ورئيس لغايه ما رئيس الجمهوريه اعتذر للمحامين، لان الحدث عظيم، الحدث كبير. الناس متصوره يعني ايه ضربه بالجزمه، وانا فاكر ساعتها كان وزير الداخليه اسمه لا مش محمد ابراهيم، مجدي عبد الغفور. انا اصل احنا اخوات واحنا يعني مش عارف ايه. قلت له بص، المشكله انك انت مش واخد بالك من اهميه الحدث. قلت له انا كنت معاه ليله في الجلسه صح. قلت له لا، الموضوع مش كده، الموضوع ازاي يفكر ضابط شرطه انه يضرب مواطن مش محامي بالجزمه؟ انت لازم تعتذر للشعب المصري مش للمحامين، الشعب المصري كله. الموضوع مش مهني، مش خاص، لانه الفعله دي جسيمه، ده معناه ان انت مش شايف حد. ولغايه ما قدرنا نصل الى ما وصلنا اليه في هذه المعركه، لكن لازم نقول لاخواننا اللي عايزين يجرجرونا المعارك، حرام عليكم نقابه المحامين تدفع فواتير مش بتاعتها وتدخلونا في المعارك الشخصيه او المعارك العقائديه اللي انت مؤمن بيها، انت تتحمل مسؤوليه. انا الحقيقه في ناس تقول لك ايه، في فلان اتقبض عليه عشان هو كان عايز ينزل مظاهره او عايز ينزل بيدعو لقلب نظام الحكم. طب ما هو برضه يا اخوانا، ما احنا كلنا مرينا بالمساله دي. انا يعني اللي عايز ينظر بهذا الحج يبقى فاهم انه بيدفع فاتوره، ده هو اللي دخل يقلب الخارج، يقلب نظام الحكم ده. لو قلب نظام الحكم هيسيب حد؟ طيب انت بتدي، مش عايز حد يمنعك من انك تعمل دي؟ هيمنعك ازاي بالظبط؟ اللي دخل يلعب ملاكمه وخد اول لكمه في وشه، زعلان ليه؟ ما انت اللي دخل تلعب ملاكمه.
ما انت اللي داخل اصلا تخش المعركة، لازم تخش بحساباتها، وما دفعناش احنا حساباتها. انت عارف كويس انت بتعمل ايه، انت بس اللي هتدفع الفاتورة دي، احنا بس هنساندك انك تاخد حقك بالقانون، حقك بالقانون. كلنا مرنا بهذه الفترات وبهذه المراحل المختلفة، لكن عمرنا ما جرجرنا نقابتنا اللي هتدفع فاتورة موقفنا السياسي. نقابة المحامين عرفت عظماء تقدموا لمحاكمات ودخلوا واتحبسوا واعتقلوا وكانوا رموز للعمل النقابي. ما حدش فيهم سحب نقابة المحامين ولا اتهمها بانها ما تبننش وجهة نظره. هو عارف انه بيدفع فاتورة موقفه السياسي واعتقاده السياسي ورؤيته السياسية. احنا شايفين كنقابة ان احنا لازم نمتنع عن ان احنا ندي فرصة لأي خفية تخش مصر تقلبها. احنا عندنا ملاحظات، عندنا معارضات، عندنا اختلافات في سياسات كثيرة جدا، لكن مش هنسيب البلد تقع، مش هنسيب البلد تقع، مش هنقدر، احنا ما قدرش نتحمل ده، مصر ما تتحملوش. مش من اللي جاي ده مش ديمقراطي، اللي جاي ده ما انتش عارفه منين هجاي، من ايه هيجي لك؟ من تركيا، هيجي لك من امريكا، هيجي لك من السعودية، هيجي لك من اسوان، هيجي لك من اي حتة. بس انت ده المجهول. احنا متمسكين بكل اللي انا قلته في الجلسة الافتتاحية، انا مؤمن بيه تماما ولا اجامل به احد. وانا لما قلته ما كنتش ابغي ان انا يعني ان انا حتى يعني حد يقول ده هو بي 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 بيتوازن. لا، انا مش بعبر عن وجهة نظري، انا بستلهم رؤية المحامين وبس وانحاز اليه. دي رؤية المحامين وده موقف المحامين، وانا في رأيي ان عموم المحامين مع اللي احنا قلناه في الجلسة الافتتاحية. انا مؤمن بهذا، ما فيش مانع انه يحصل اختلاف، هنحترم هذا الخلاف، لكن علينا ان نحافظ على نقابتنا ونحافظ على وطننا. احنا مسؤولين عن الحفاظ على البلد، احنا اللي هندفع فاتورة الفوضى. انا فكرتكم بايام يناير يا اخوانا، احنا ما كناش بنشتغل، ما كانش موكل بيجي يسأل فينا، ما حدش بيجي حياتنا، كل الموظفين بدأت بتقبض فلوسها ومرتباتها الا احنا. فالفوضى مش لمصلحتنا، احنا مصلحتنا قانون حتى ولو كان هناك خطأ. واللي بيحصل الان مع المحامين من اعتراضات او من منع او من قيود او من محاولات استفزاز، هي هتواجه بنفس المستوى. مش هنسمح لحد، مش هنسمح لحد مسؤول قضائي او غير قضائي او امني انه يمنع المحامين عن يدخل المحكمة او يؤدي واجبهم في الدفاع عن اي متهم مهما كانت تهمته، مهما كان السبب في وجوده، ولا ان نؤدي واجبنا في ان احنا ناخده باذن من حد. الواجب ده احنا واخدينه باذن الدستور وبارادة الشعب كل اللي وافق على الدستور، مش هنسمع لحد يلف ويدور حوالينا فيه. مشكلات المحامين في الاقاليم، الحديث عن ضم النقابات في بعض او دمجها سابق لاوانه، احنا ما نقدرش نستبق ده الان، ده امر القانون نظم طريقة حدوثه. احنا مش احنا اللي احنا اخترعنا فكرة القسمة، ده القانون كان بينص تنشأ بكل محكمة ابتدائية نقابة فرعية فوق القانون، ولو ما عملناش النقابة الفرعية دي ما كانش تمت الانتخابات. علشان تضمها لازم تدعو جمعية عمومية، دعينا الجمعية العمومية علشان تنظر في دمج هذه الجمعيات. الجمعية العمومية ما اكتملتش طبقا للقانون وطبقا للحكم اللي صدر من مجلس الدولة. اعتبر هذا رأي من المحامين بالقسمة، بالإبقاء على الحال على ما هو عليه. القانون الجديد خلق آلية جديدة، قال إن الجمعية العمومية هنا جمعية المحكمة المختصة أو المحاكم المختصة المطلوب درجها بعد موافقة مجلس نقابة المحامين. إذن أمام آلية جديدة يمكن أن يعاد النظر فيها عندما يكون هناك ضرورة لتحقيقها. ما يمكن أن نسميه مشكلات متعلقة بالصيدليات والمستشفيات، وإن إحنا ده بنمنع وما فيش حد بيمنع حد من إنه يجيب أي مستشفى تصلح لعلاج المحامين. وانا بقول لكم لا هي متوقفه لا على النقيب الفرعي ولا على النقيب العام، احنا مش اصحاب مصلحه في ان نحصر الخدمات في مستشفى بعينها ولا في صيدليه بعينها ولا مع دكتور بعينه، انما كل ده مفتوح لصالح كل المحامين ومن حقنا وبل ومن واجبنا ان نتعاقد مع عديد من المؤسسات علشان نؤدي هذا الامر. اي شكوى متعلقه بالمستشفى اكتبوها وقدموها للنقابه واحنا هنحققها، مش هنسمع لحد
لا يستغلنا ولا ياخد مننا فلوسنا. بس خلوا بالكم في مستشفيات تلعبت مع بعض المحامين وقبلت انها تستبدل الادويه اللي المفروض تبقى ادويه في حدود 4000 جنيه دي بمعجون سنان وكريم حلاقه وحاجات اخرى، مقابل ان المحامي يتنازل عن القيمه الحقيقيه للجواز. الجواب ب 1000 جنيه علاج بدل ما ياخد بقيمه ال 1000 جنيه دواء بياخد 500 جنيه ويروح، او ياخدهم معجون سنان ويروح ويسيب الباقي احنا وقفنا المستشفيات دي وقفنا الصيدليات دي في بعض المحافظات، وهنحاسب اللي بيثبت عليه هذا الامر. لكن ده مش معناه انه مش بتحصل، بتحصل وهتحصل على فكره، لكن كلما وجدناها تصدينا لها. المستشفيات اللي ممكن تتلاعب بحقوق المحامين لا يمكن، هنقطع مراقب على طول، ما فيش فصال. مش هنسمح المستشفى تضحك على المحامين وتاخد حقوقها. الموضوع بتاع تحصيل الرسوم تصديق ال ال العقود في اسيوط، حدث في اسيوط وفي سوهاج وفي مكان تاني، الموظفين ما وردتش في المواعيد، فوقفنا النظام. مش هنسمح لموظف انه يتلاعب بايرادات نقابه المحامين، فوقفناها. ولما نعيدها بنعيدها بالانضباط، لكن حقوق النقابات مقامه. احنا سيبنا اصلا نقابه اسيوط ما دفعتش مرتب، ولا ما فرجتش غرفه محامين، ولا ما زودش نادي، ولا ما تخليناش لا عن اسيوط ولا عن غير اسيوط. نقابه عامه هتسد لكل النقابات الفرعيه استحقاقاتها الاصليه والاساسيه، سواء كان في عقود او ما فيش عقود. طب افرض ما فيش عقود في اسيوط، افرض يعني هنسيب اسيوط من غير ما ندفع العماله بتاعتها، هنسيب اسيوط من غير ما نعمل لها نادي، هنسيب اسيوط من غير ما نعمل لها مقر، هنسيب اسيوط من غير ما نبني محاكمها او غرف المحاكم ونؤسسها على احسن مستوى، لا يمكن. هذا الامر على كل النقابات الفرعيه، مش على محافظه بعينها او محكمه بعينها، وانما بكل النقابات دون تمييز. ده اللي احنا يعني حريصين عليه، ومش الناس تبقى فاهمه كويس ان النقابه العامه والنقابات الفرعيه جزء واحد، بس بصلاحيات مختلفه، بادوات مختلفه. يعني لما يجي حد يقول لي ليه السجل المدني بيشترط ان النقابه العامه هي اللي تعتمد البيان، لانه البيان اصلا بيان نقابه عامه. البيان اولا البطاقه دي بتتعمل كل 7 سنين، يعني المحامي بيعملها مره كل 7 سنين. اثنين، انها ليست من الاجراءات العاجله الداهمه اللي يتعطل عليها رفع النقض او طعن او الحضور او غيره. البطاقه حتى لو كانت مش ساريه بتسري لغايه ما الثانيه بتيجي. نمره اثنين، احنا مستعدين نسهل على النقابات الفرعيه هذا الامر بان احنا نخلص البيانات دي بشكل عاجل وبشكل مباشر. واذا ما كانت دي نفعت في انها تصل للنقابات الفرعيه، احنا مستعدين ننفذها، بس تبقى مضمونه. لان انا عايز البيان اللي اتحط في البطاقه يبقى بيان صحيح. ما ينفعش يا اخوانا احنا نحج في المحاكم بواحد واخد زوال بقى له 10 سنين وعطاه انه محامي امبارح ومتأيد في النقابه، واخد خدمه نقابه فرعيه انه محامي. ما بيحدث وحدث. الكنترول ده سببه اصلا وزاره الداخليه، هي اللي طلبت انها تبقى تراجع البيانات بدقه، وتبقى النقابه العامه مسؤوله عن البيان اللي موجود. زي ما احنا طلبنا وزاره الداخليه بانها تاخد مننا بيانات مسؤوله في الجوازات، لما تبين لنا ان في كثير من الشهادات السلبيه اللي بتيجي من الجوازات مزوره، وبتقول فلان وفلاني ملوش جواز سفر، عشان ما نحسبش عليه مده الشغل في الخارج، عشان ما نحسبش عليه مده السفر السابقه على قيد في نقابه المحامين. فوصلنا الى نتيجه انه هذه الشهادات اذا تقدم بها المحامي لمصلحه الجوازات مش هو اللي هيستلمها، هتسلم للنقابه، علشان نضمن انها جايه من الوزاره للنقابه مباشره. والمحامي اللي يتضرر من هذا الامر يبقى محامي عايز يلعب في اوراق المحامين، او عايز يلعب في اوراق قيده، وده امر ما حدش هيحميه، ومش هنقف ومش هنسيبه. بدل ما نقدم بلاغات بالتزوير، نمنع التزوير اصلا من ان يتم لصالح النقابه ولصالح المحامي ذاته ولصالح جموع المحامين. احنا وصلنا الان الى يعني قرب منتصف الليل، هنستقبل بكره باقي المداخلات،
ودرك الحوارات بإذن الله. تحية لحضراتكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.